القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا سهرة مع القرآن الكريم. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية المباركة، وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في عام 1997. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون
فخرج
Yeah.
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا رسول
قالت أنى يكون لي غلام سريا
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَأُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها فأتت بي قوم ما تحمل فأتت بي فأتت به قوما تحمل فأتت به قوم ما تحمله
جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا أينما كنت
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة مريم للقارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي، وهي مسجلة من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ في عام 1997. لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا سهرة مع القرآن الكريم. إعداد وتقديم السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم للقاهرة.